أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من مقال لصحيفة البصائر العراقية بعنوان طوفان الأقصى بين الشمال وغزة للكاتب جهاد بشير، يقول فيه: في المشهد العراقي ترك الشعب العراقي بلا ناصر أو معين على مدى 20 سنة، حتى بات أسيرا خلف قضبان النظام السياسي القائم حاليا في بغداد، وضحية لمنهجيته الطائفية والإقصائية كذلك في نفس الوقت، وعلى الخطى ذاتها يراد للشعب السوري ولا سيما أهل الشمال المحرر أن يتركوا ضحايا لإجرام النظام الموالي لإيران ومنسيين في غمرة الانشغال بالأحداث. أما أهل فلسطين فقد جرت العادة أنهم لا يذكرون حتى إلا حينما يكون في المشهد تصعيد، سواء بعدوان جيش الاحتلال أو بعمل نوعي آخر من فصائل المقاومة، مثلما كان في معركة طوفان الأقصى، بوصفها الأنموذج المثالي لصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتي تحولت مؤخرا بدورها من حالة الصد والرد إلى نقطة تمهد للمشروع وللشروع في مسار التحرير. إن شعوبنا المكلومة في فلسطين وسوريا والعراق وغيرها من بلاد المسلمين التي تتعرض لعدوان ممنهج متسق في الأداء ومتوائم في الأهداف رغم اختلاف أجناس العدو، عليها ألا تعول مطلقا على موقف المجتمع الدولي، وألا تصرف جهدها على أمل قد يحمل بين ثناياه إمكانية الحصول على تعاطف أو مساندة تقدمها الدول الكبرى التي تسير المجتمع الدولي وتفرض عليه إراداتها. أما العراق وشعبه الذي يصدق عليه القول لا بواكي له، فهو المسار الذي من خلاله يمكن الوصول إلى سبل حل العقد المتراكبة في القضيتين السورية والفلسطينية. لذلك لا يراد لمعالم حل الأزمة العراقية أن تكون متاحة، ولا يسمح الخوض والنقاش في أنماط معالجتها، وكل فكرة تطرحها القوى العراقية المناهضة للاحتلال والعملية السياسية تواجه بالتضييق والحصار وتقييد التداول في وسائل الإعلام حتى لا تصنع رأياً عاماً في أوساط النخب، ولا تمنح الجماهير ثقافة إدراك حقيقة ما يجري في العراق، وبذلك يعدم استقطاب القوى الحية المؤهلة للتغيير. قال الكاتب التركي حسين مرجان إن عملية طوفان الأقصى غيرت قواعد اللعبة في فلسطين بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها الاحتلال، وقال معقبا في تقريره بصحيفة ستار إنه في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 27 أكتوبر قامت قوات النخبة التابعة للجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام بعملية نجحت في اختراق المناطق المحتلة في قطاع غزة لتكتب فصلا جديدا في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتمثل عملية طوفان الأقصى، يقول، نقطة تحول جدية في طبيعة المقاومة في غزة، حيث تعطي هذه الهجمة المتعددة الأبعاد التي شنها كتائب القسام ضد المناطق المحتلة من الجو والبر وحتى البحر، إمكانية إضافة أبعاد جديدة إلى مسار المواجهات المسلحة المتواصلة والمستمرة بين قوات الاحتلال والمقاومة. على الرغم من التفوق غير المتكافئ بين الجانبين، إلا أن تحديد القسام للهجمات الجوية وسيلة مشروعة للمقاومة ضد سنوات طويلة من الاحتلال والحصار أثار صدمة في جميع أنحاء العالم. وفي الساعات الأولى من العملية تم إطلاق آلاف الصواريخ نحو إسرائيل، وقام أعضاء القسام بإجراء هبوط في مستوطنات متنوعة تحت سيطرة إسرائيل، وهو ما يشير إلى تخطيط جيد للعملية والاستعداد الطويل لها، وكانت أيضاً تعبيراً عن الأساطير التي تم إنشاؤها ضد إسرائيل، وقد أدى الشعور بأن إسرائيل يمكنها السيطرة على كثير من الأمور في المنطقة على مر السنين إلى قراءة العملية من منظور إسرائيلي
أكثر من التركيز على القدرات الفنية والاستراتيجية لحركة حماس. عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس لديها القدرة على التأثير بشكل كبير على مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال كسر العديد من المفاهيم المسبقة حول القضية الفلسطينية والمقاومة. قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة في حال حدوثه سيكون كابوساً ومكلفاً في نفس الوقت، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينتظر في هذا السيناريو كل شيء تتخيله وأسوأ. فالهجوم البري سيكون بمثابة امتحان لقدرات الجيش الإسرائيلي في حرب الشوارع. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن الجيش الإسرائيلي سيواجه حرب المدن لو قرر الدخول في غزة برياً، وستكون في انتظاره المفخخات ومواقع القناصة إلى المعاقل المعززة بكل الوسائل التكنولوجية المتواضعة لوقف التفوق التكنولوجي الإسرائيلي. سيكون بانتظار القوات الإسرائيلية قنابل الهاون والرشاشات والأسلحة المضادة للدبابات والقناصة، وربما الاستشهاديون على أبواب مدن غزة. وتتوقع إسرائيل شن غزو بري على غزة بعد تكبدها خسائر فادحة وغير مسبوقة من جراء اندلاع عملية طوفان الأقصى. ونقلت الصحيفة عن العقيد الإسرائيلي المتقاعد شمعون أراد قوله إن شبكة الأنفاق التي بنتها حركة حماس منعت جيش الاحتلال سابقاً من عمليات برية داخل غزة، وترسو شبكة من الأنفاق المعقدة التي طورتها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية خلال السنوات الماضية في قطاع غزة الذي يتربع على مساحة 360 كيلومتراً مربعاً، وذلك في إطار استعداداتها للمواجهة مع الجيش الإسرائيلي. من جهته قال جون سبنسر الرائد الأمريكي السابق الذي يرأس دراسات حرب المدن في معهد الحرب الحديثة بالأكاديمية العسكرية الأمريكية إن عملية الغزو البري ستكون دموية جدا، ولا يمكنك تغيير طبيعة حرب المدن، وسيكون هناك الكثير من الضرر الجانبي. قالت صحيفة الغارديان في مقال لأستاذ اللغة الإنجليزية مصطفى بيومي إنه في الوقت الذي يدعم فيه الرئيس جو بايدن وفلوديمير زيلينسكي الحرب التي يقولان إنها غير مبررة، فإن السكان العزل هم الذين يدفعون ثمن التضليل. وأضاف أن هناك النفاق المزعج في حرب أوكرانيا، وهناك الكثيرون حول العالم يدعمون مقاومة أوكرانيا للاحتلال الأجنبي، وعليهم عمل هذا، ولكنهم يحرمون الفلسطينيين، يقول، وبسرور من حق مقاومة الاحتلال، بل ويجردونه من كل الوسائل السلمية الممكنة للمقاومة، مثل حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات التي يتم شيطنتها بل وتجريمها، مستفسرا لماذا كل هذه المعايير المزدوجة. لكن لو كنت تتابع الأخبار الأمريكية جيدا فإن من المحتمل أنك تفترض أن الفلسطينيين هم الذين يتحركون وترد عليهم إسرائيل. ربما افترضت أن الفلسطينيين هم الذين يستعمرون إسرائيل وليس غير ذلك، وربما اعتقدت أن إسرائيل التي تسيطر على 5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وغزة وتحرمهم من حقوقهم للتصويت في الانتخابات هي دولة ديمقراطية. وقبل أن يتم النظر إليك كإنسان سياسي يجب الاعتراف بك كإنسان أولا، ومن لديه السلطة لاعتبارهم بشراً ربما وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت الذي قال أمرت بحصار كامل على قطاع غزة ولا يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق، ونحن نتعامل مع حيوانات بشرية ونتصرف بناء على ذلك. واسترسل بيومي في مقاله كيف يمكن لأنصار إسرائيل في الولايات المتحدة وأماكن أخرى التعامل مع هذه اللغة وسياسة العقاب الجماعي لكل سكان غزة باعتبارها مقبولة ويمكن الدفاع عنها. ويجب أن أكون واضحاً، لغة غالانت ليست خطاباً عن الردع بل عن الإبادة.
نشر موقع الانترسبت الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن ممارسات القمع التي تنتهجها كل من شركة تيك توك وإنستغرام خلال فترات العدوان والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. وقال الموقع في تقريره إنه في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل قصفها لقطاع غزة ردا على هجوم مفاجئ من حماس، تلاحق شركة تيك توك وإنستغرام موقعا إخباريا مخصصا لتقديم تغطية للصراع الفلسطيني والإسرائيلي، وأبلغ مستخدمون آخرون على الإنستغرام عن فرض قيود على حساباتهم بعد النشر عن فلسطين، بما في ذلك عدم القدرة حتى على البث المباشر أو التعليق ربما على منشورات الآخرين. على إنستغرام وفيسبوك المملوكان كلاهما لشركة ميتا، تحجب من البحث الوسوم المتعلقة بحماس وطوفان الأقصى، وهو الاسم الذي أطلقته الجماعة على هجومها على إسرائيل. وانتقد مراقبو سياسة وسائل التواصل الاجتماعي سياسات الرقابة التي تتبعها شركة ميتا على أساس أنها تؤثر بشكل غير مبرر على المستخدمين الفلسطينيين، بينما تمنح مساحة للسكان المدنيين في مناطق الصراع الأخرى. وفي هذا السياق قالت يمنى باتل مديرة الأخبار الفلسطينية في موندويس إن الرقابة المفروضة على الأصوات الفلسطينية وأولئك الذين يدعمون فلسطين ووسائل الإعلام الإخبارية البديلة التي تنشر تقارير عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قبل شبكات التواصل الاجتماعي وعمالقة مثل ميتا وتيك توك موثقة جيدة، مع الإشارة إلى أنه يتضمن حظر الحساب وإزالة المحتوى وحتى الحد من وصول المنشورات. أما الآن نتابع وإياكم فاصل الكاريكاتور. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. خرجت مظاهرات ووقفات في عدة مدن عربية وأخرى إسلامية وعالمية حتى اليوم الجمعة تأييدا لفلسطين وشعب فلسطين، تضامنا مع قطاع غزة الذي تعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ السبت الماضي، وخلف هذا القصف الإسرائيلي العنيف آلاف الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار واسع في المباني السكنية والمرافق الحيوية. وتأتي هذه الوقفات التضامنية بعد أن دعت المقاومة الفلسطينية إلى جمعة نفير
تأييداً لحق الفلسطينيين في مجابهة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع استمرار عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر السبت الماضي، رداً على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المستمرة على الشعب الفلسطيني ومقدساته. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. بالمناسبة مش لحالي قاعد في الشارع، حوالي 17 أسرة في المنطقة هذه في الضربة الهمجية هذه، وحوالي يمكن 17-18 شهيد، وأسر كثيرة زيك موجودة في الشارع لا مأوى إلها ولا غيره، ومش أول تهجير، وكأنه يقصدون كل فترة يهجروا الشعب الفلسطيني. إلى اللقاء.